بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتواصل وياكم طلابنا، راح نكمل موضوع الفولت أناليسيس بما توصلنا إليه المحاضرة السابقة، وكملنا شرح الـ line to line fault وحلينا عليه مثال. واليوم إن شاء الله راح نكمل الموضوع بالعطل الثالث من الأعطال الغير متزنة، اللي هو الـ unbalanced fault أو اللي نسميه unsymmetrical fault. الـ unsymmetrical fault مثل ما عرفناها بالبداية الموضوع، قلنا هي تتكون من ثلاثة أنواع من الأعطال، اللي هي line to ground والline to line والline to line to ground. اليوم راح نبدي ناخذ line to line. أخذنا طبعا line to ground وأخذنا line to line، واليوم راح نبدي نكمل بالline to line to ground. المقصود بالline to line to ground يعني احنا راح يصير عندنا العطل خطين متصلين مع بعضهما ومتصلين مع الارضي ومتصلين مع الارضي. احنا اخذنا الخطين المتصلين مع بعضهم وقلنا الخطين راح يصير بيناتهم شورت سيركت، وشروط العطل هذا انه الاي اخذنا الطور اي راح يساوي لنا صفر، وعندنا بالنسبة للآي بي خط بي والآي خط سي راح يصير متعاكسين، أي آي بي راح يساوي لنا سالب آي سي. اليوم راح نكمل الموضوع إذا كان عندي ذن الأعطال الخطين مربوطات إلى الأرض عبر شنو؟ عبر المقاومة اللي هي الزت أف، عبر المقاومة اللي هي الزت أف. وشلون راح نجي نتعامل وياهم؟ شلون راح نجي نتعامل وياهم؟ هنا عندنا نشوف نجي على اللاين تو لاين تو جراوند. هنا نشوف الرسم، نشوف الرسم هنا قدامنا الرسم. راح نجي خطين متصلات ويا الارضي، خطين متصلات ويا الارضي. من الشروط مالتنا نفس الشروط تاخذ، هي شروط من تاخذ شروط اللاين تو لاين نفسها وتكملها، بس راح تدخل بها مقاومه الارضي اللي احنا سميناها الزت اف، اللي راح تجمع لنا الزت نود زائد 3 زت اف. هسه هنا يقول line to line fault with earth and no ZF. هنا أنا بحيث إن أنا ما متخدم ZF، يقول IA صفر VB ساوينا VC وتساوينا صفر. طبعا اللي انخطين راح يصيرن متصلات سوى ويتصلن بالأرضي. فهنا الطور A أيضا راح يصير، هنا الطور A راح يصير قيمته صفر، يعني صار عندي short circuit بالطورين الاثنين. وعدي الـ VA نوت، هسه نجي على المركبات، مركبات الفولتية، الـ VA نوت تساوي لنا الـ VA1 وتساوي لنا الـ VA2. هنا ذني مركبات الفولتية، مركبة الصفرية والمركبة الموجبة والمركبة السالبة راح تساوي. إضافة إلى أنه الفولتية على الطور C هي نفس الفولتية على الطور بي. هنا راح نجي نشوف، بس نشوف هنا مثل من ربط الامبيدنس سيكونس، الامبيدنس سيكونس راح تبين لي كالاتي. بين لي انه الزت 1، هاي الزت 1 هي عبارة مربوطة بالتوالي مع ممانعتي التوازي، مع ممانعتي التوازي اللي هي الزت 2 والزت 1، كأنما جاية
هاي الزت وان، هذا المصدر اللي هو الاي اللي قلنا يتبع بالبوزيتيف سيكونس، وجايه مربوطه بالتوالي، مربوطه مع ممانعتين مربوطتين بالتوازي اللي هي الزت 2 والزت نوت. هسه هنا نجي هنا شوي نشرح ال راح نجي نقول يا ب لو شو اسمه هسه هنا صار عندي نجي نفصلها راح نجي نفصلها لو نجي نفصلها هنا يمني راح نقول هاي عبارة عن اللي هي الاي هنا ومرتبطة هنا، هذه هي الممانعة اللي هي الزت وان كأن ما بهيش صيغة، راح تجي ويا ممانعتين مربوطة على التوازي اللي هي اللي هي الزت نوت والزت 2 الزت نوت والزت 2 كأنما جاية بهذا الشكل، كأنما صاير عندي هسه بهذا الشكل هذا هنا أنا راح يمر بي الـ IA1 وهنا راح يصير الـ IA نوت وهنا راح يصير الـ IA2 راح يمر الـ IA2. طبعا هذه الزت نوت هاي المقاومة في حالة موجودة الزت اف مربوطة وياها راح تساوي لنا الزت نوت زائد 3 زت اف. اذا هسه احنا اذا نريد نحسب تيار المركبة الموجب اللي هو الـ I مثل ما بدينا نحسب بالمحاضرات السابقة انه قلنا الاي اي وان راح يساوينا طبعا الفولتية اي على نجي زت وان طبعا نسميها هنا ممانعة ثيفنين اللي هي الكلية راح لان هو التيار راح يساوينا تيار نعتبره التيار اللي جاي هو هذا يعتبر تيار رئيسي، فاذا شو يساوينا مجموع او الممانعة المكافئة للدائرة اللي هي الزت 1 زائد عندنا ممانعتين هنا توازي، فاذا الزت 2 ضربهن على جمعهن الزت 2 في الزت نوت زائد 3 زت اف على زت 2 زائدا زت 2 زائدا زت نوت زائدا 3 زت اف. اذا هنا هسه حسبنا تيار اللي هو تيار المركبه هنا حسبناه. اذا هسه بنحسب الاي اي 1 وطلعنا قيمته هنا الاي اي 1 هذا راح نشرتبه هذا الاي اي 1 شلون انا اجي احسب الاي اي 2 الاي اي 2 بالضبط راح يصير عندي كرنت ديفايدر ويساوي لنا الاي اي 2 راح يساوي لنا الاي اي 1 مضروب انا اريد التيار اللي يمر هنا انا لا يأتو اذا راح ينضرب عندي في البعيدة المقاومة البعيدة الممانعة البعيدة على مجموع الممانعتين البعيدة اللي هي زت نوت زائدا 3 زت اف على مجموعهن اللي هي
زتو اللي هي زتو زائد ثلاثة زائد زت نوت زائد ثلاثة زت اف. ثلاثة زت اف. إذن هسه أنا قدرت إنه أطلع الاي اي 2 الاي اي 2 طلعت الاي اي 2 اذا الاي اي 1 طلع عندي والاي اي 2 من بعد ما طلعت الاي اي 1 اعتبرت انه هو تيار الدائره الرئيسي وقدرت انه اطلع الاي اي 2 بنفس الطريقه اطلع الاي اي نوت بنفس الطريقه اطلع الاي اي نوت بنفس الطريقه اطلع الاي نوت. هنا نجي الى تيار العطل. ماذا يساوي تيار العطل هنا؟ تيار العطل من نقول تيار العطل يعني التيار اللي راح يمر بالطورين B و C، لأن العطل صاير بين الطورين الطور C والطور B ومتصلات بالأرضي. إذن الـ IF مالتي الـ IF اللي هو تيار العطل راح شي يساوينا الـ IB تيار العطل B زائداً الاي سي زائدا الاي سي. بس هنا الجمع مالتهم شنو؟ هنا الجمع اتجاهي. جمع اتجاهي واضح انه تيار العطل اذا اراد من يمين تيار العطل فانه تيار العطل يساوي الاي سي زائدا الاي سي جمع اتجاهي. احنا من طلعنا المركبات اللي هي الاي اي والاي 2 والاي 2 الاي اي 1 والاي اي 2 والاي اي نوت راح نجي نقدر نطلع انه تيار الاطوار اللي هو هنا عندي الاي اي والاي بي والاي سي من المصفوفه اللي تساوي لنا هنا 1 1 1 1 الفا سكوير الفا وواحد الفا الفا سكوير مضروبة في شنو؟ مضروبة في تيارات المركبات اللي هو الاي اي نوت واي اي وان اي وان والاي اي تو. ونقدر نطلع من هذه تيارات الاطوار. واضح؟ هسه هنا قدرنا نحصل التيارات الموجودة. نجي على الفولتيات. الفولتيات هنا عندنا الفي بي تساوي لنا الفي سي، يعني هنا عندي الفولتية على الطور بي راح تساوي لنا الفولتية على الطور سي. وبنفس نفس لو نجي على الطور اي طور اي هنا نجي نشوف مركبات الفي اي نوت. الفي اي نوت راح تساوي لنا الفي اي 1 وتساوي لنا الفي اي 2 تساوي لنا الفي اي 2. بعد ما اخذنا هاي المعلومات عن العطل اللي هو اللاين تو لاين تو جراوند وشلون نطلع راح اجي ناخذ مثال ونحله على هذا الموضوع. مثال عندكم في كتاب اللي جبته، فالمثال رقمه 10 15. مثال رقمه 10 15. نجي نقرأ المثال ونشوف. بالمثال يقول a double line to ground fault occurs on the terminal of generator of example 10 10. إذا الآن رجعنا للمثال اللي هو 10 10. مثال اللي هو 10 10 مثال 10 10
يقول اللي أخذنا عليه ليش المحاضرة نفس ال هذه نفس المعلومات اللي أخذناها بالمثال 10-10 نفس المعلومات اللي أخذناها بالمثال 10-10 واللي هو كان المولد هذا المولد اللي هو 30 وال 30 ميجا فولت أمبير وعدك الفولتية كانت هناك 11 وعندنا Z1 تساوي لنا Z2 وتساوي لنا J.2 وعندنا الزت نوت ساوت لي بوينت 5% وهنا راح نبدي نحل هذا المثال. اول شيء راح نجي حسب القانون راح نجي نطلع الاي اي 1 راح نجي نطلع الاي اي 1 الاي اي 1 قلنا شو تساوي لنا تساوي لنا الاي على الزت 1 اللي هي J.2 زائدا الزت 2 ايضا J.2 هنا نجي بالمثال ما مطيق قايل لك شنو قايل لك الزت اف هنا يقول هنا الزت اف ما منطيها يعني الزت اف هنا راح تساوي لي صفر الزت اف راح تساوي لي صفر يعني هاي جي بوينت 2 في الجي بوينت جي بوينت او 5 زائد الصفر زائد الصفر على الجي بوينت 2 J.2 زائدا J.5 أو 5 زائدا صفر طبعا هنا الإي هذه هي قيمتها قلنا واحد وزاوية صفر واحد وزاوية صفر تساوي لنا ويطلع عندي قيمة التيار اللي هي تساوي لنا سالب J 4.167 بير يونت 7 بير يونت إذا طلعنا قيمة التيار اللي هو الاي اي الاي اي 1 طلعنا الاي اي 1 راح نجي نحسب الاي اي 2 اللي هو تيار المركبة السالبة اي اي 2 قلنا راح يصير عندي طبعا بالمناسبة تيار المركبة السالبة راح ياخذ سالب فياخذ سالب نجي سالب وعده هو اصلا القيمة قيمة التيار الاي اي 1 هي سالبة فراح يصير عندي سالب جي 4.167 في الممانعة البعيدة اللي هي Z نوت J.05 على مجموع الممانعتين اللي هي J.05 زائدا J.2 ويساوينا J.8 3 3 4 بير يونت 4 بير يونت طلعنا التيار المركبة السالب نرجع هنا نوب على التيار المركبة الصفرية الاي اي نوت بنفس الطريقة الاي اي نوت بس هنا راح يصير عندي الاي اي نوت الاي اي نوت راح تساوي لنا الاي اي 1 اللي هو الكل سالب وعدي سالب 4 سالب جي 4
بوينت 167 ومضروب في البعيد هنا أنا صارت يا هي J.2 على مجموع اللي هي J.05 زائدا J.2 وساوان هنا راح يساويني J 3.3336 بير يونت. هنا هسه طلعنا تيارات المركبات، راح نجي نطلع تيارات الأطوار مثل ما قلت لكم بالمصفوفة التالية. تيارات الأطوار اللي هو الـ IA والـ IB والـ IC ويساوينا المصفوفة هنا اللي هي 1111 ألفا سكوير ألفا 1 ألفا ألفا سكوير ومضروبة في مصفوفة المركبات اللي هي الزيرو سيكونس والبوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس بصير عندي جي 3.3336 وعندي سالب جي 4.167 وعدي J.8 3.3 4. فهنا راح تساوينا النتيجة اللي هي مصفوفة تيارات الأطوار الثلاثة راح يساوينا طبعا هذا راح يساوينا صفر وساوي الثاني راح يساوي 6.61 والزاوية 130 درجة 0.9 درجة والثاني يساوي لي 6.61 والزاوية 49 زاوية 49 درجة. إذن طلعت عندي هنا التيارات الأطوار وهذا جدا منطقي لأن تيار الطور أي هو سوالي صفر وهذا مطابق لشروط line to line to ground fault لأن تيار الطور أي صفر وتيارات ساوي. هسه لو نجي طبعا نطلع احنا طالعين الاي بيس اللي هو البيس كرنت بالنسبه للتيار بالمثال السابق طلعناه قيمته 1574.6 والزاويه 130 درجه. راح نجي نضربها في قيمه التيارات بالبير يونت تطلع لي بالاكثر فاليو بس انا اريد الاي فولت. الاي فولت تيار العطل هو عباره عن شنو جمع اتجاهي للاي بي زائدا الاي سي ويساوي جمع اتجاهي ثاني مره اكرر ثالثا اكرر جمع اتجاهي وليس جمع عددي ويساوي لنا الناتج 10 والزاوية 90 هاي قيمة تيار العطل ينضرب في التيار اللي هو الاي بيز ينضرب في 1574 ويطلع الناتج اللي هو القيمة اللي تطلع يعني راح تساوي لنا التيار قيمة تيار العطل كقيمة حقيقية. تم
عملنا تيار العفو نريد انه فولتيات التتابعيات، فولتيات التتابعيات بنفس الطريقة انه اعرف عن انه الـ VA1 ساوي لي الـ VA2، الـ VA2 وساوي لي الـ VA0، ساوي لي الـ VA0 راح تساوي لي، راح تساوي لي عبارة عن E minus E minus، ناخذ حالة واحدة من عتها، ناخذ حالة واحدة من عتها، ناخذ ال VA1 ناخذ minus ال IA1 مضروبة في Z1، مضروبة في Z1، مضروبة في Z1، وراح تساوي لي تساوي الواحد، طبعا قيمة ال E واحد سالب السالب جي أربعة تيار الـ IA1 جي أربعة بوينت واحد ستة سبعة مضروب في شنو؟ في الـ Z1، مضروب في Z1 اللي هي قيمتها جي بوينت تو، جي بوينت تو، وراح تساوي لي هنا بوينت وان، بوينت وان ستة ستة ستة، وان ستة ستة ستة. زين، بما أنه هنا عدي الـ VA1 ساوي لي الـ VA2 وساوي لي الـ VA0 وساوي لي هنا أنا بوينت وان ستة ستة ستة، بوينت وان ستة ستة ستة، راح أجي أطبق بالمصفوفة الاعتيادية، أريد فولتيات الأطوار اللي هي تساوي لي الـ VA والـ VB والـ VC، وهنا راح تساوي لنا هالمصفوفة، راح تساوي لنا واحد واحد واحد، واحد ألفا سكوير ألفا، وواحد ألفا ألفا سكوير، مضروبة في مصفوفة الفولتيات المركبات اللي هي بوينت وان ستة 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 اللي هي كده تساوي، وبوينت وان ستة ستة ستة، وبوينت وان ستة ستة ستة، وهذه النتيجة راح تطلع لي تساوي لي بي اي ان يصير عندي بوينت فور تسعة تسعة أر ثمانية، وراح يساوي لي صفر صفر، وهذا يأكد ثاني مرة انه الفولتيات في حالة الشور سيركت لحل الخطين B و C ساوت لي صفر، اما الطور A، اما الطور A راح تكون B فولت، هنا قيمة للفولتية لانه ما متصل بالارضي ولا متصل بهذا الشور سيركت، وهاي القيمة بالنسبة للطور A حتى نجي نحسبها كقيم حقيقية نقول لازم نضربها في ال V base، نضربها في ال V base، هدك ال VA كقيمة actual، ال V base قلنا احنا 11 نقسمها على جذر 3 نسويها طور ونضربها في قيمة 0.4 اللي هي قيمة 9 9 8 وراح تساوي لي 3.174 كيلو فولت، كيلو فولت. سهنا عندنا الـ VA ساوت لنا الـ VB راح تساوي لي الـ VC وتساوي لي صفر من الحل اللي حليناه، وقيمة راح تكون فقط للـ VA اللي هي فولتية الطور A كقيمة حقيقية 3.174 كيلو فولت. هنا طلابنا قد أنهينا هذا مثالنا وحسبنا تيارات المركبات، ومن خلال تيارات المركبات قدرنا انه نحسب تيارات الاطوار، تيارات الاطوار ذني، وبعد ذلك رجعنا انه طلعنا تيار العطل اللي هو يساوي لحاصل جمع اتجاهي للاي بي زائدا للاي سي، وحتى نحصله كقيمه حقيقيه نضربه في التيار البيز في الاي بيز ويطلع لي قيمه حقيقيه. نرجع
انه بكملنا الحل لايجاد فولتيات الاطوار. طبعا فولتيات الاطوار حتى نطلعها لازم اعرف انا فولتيات المركبات. فولتيات المركبات الـ VA هي تساوي لنا الـ VA1 وتساوي لنا الـ VA2 وتساوي لنا الـ VA0 وتساوي لنا الـ E. ناخذ اي وحده من عندنا الـ VA1 E ماينس E ماينس الـ IA1 Z1 فواحد لان قيمة الـ E1 ونطلع فرق الجهد على الـ Z1 اللي هو التيار مضروب في ممانعة ويطلع لي نقصها من الواحد ويطلع لي 0.1666. فإذا تقيمهن مساويات كمركبات ونجي نعوضهن بالمصفوفة مالتنا اللي هي على ما نطلع مصفوفة الأطوار الـ VA الـ VB الـ VC تساوي لنا المصفوفة ونضربها في مصفوفة المركبات وتطلع لي هنا المصفوفة الجديدة اللي هي مصفوفة الأطوار. لاحظنا أنه من خلال القيم اللي طالعة بمصفوفة فولتيات الأطوار أنه فقط الـ VA إلى قيمة والـ VB والـ VC راح يساوي لي صفر، وهذا طبعا جدا وارد في مثالنا لأنه عندنا الـ VB شورت سيركت ويا الـ VC ومتصل بالأرضي أي فولتية راح يساوي لي صفر. هنا طبعا ننهي محاضرتنا اليوم، وعلى يعني أمل إن شاء الله في محاضرات سابقة العفو لاحقة، ونقلكم إن شاء الله في أمان الله.